في غلالة جابها في غلالة. الله يفرج علينا وعليك وعلى أمة محمد. والله قبل يعني هالغلا كنت جيب مثلا كيلو بندورة، هلأ عبجيب قرصين، بس قرصين بندورة لحتى يعني أعمل شغلي لهالولاد. والله الأسعار في غلا، في غلا فاحش، يعني ما أنه شيء بسيط. أنت لي يعني كنت بالسوق أنت وشفت الأسعار ما مناسبة شيء طويل. يعني عايش ما جيت، جيت على الخضرة غالية، جيت على اللحمة غالية، جيت على الفروج غالية، جيت على الأمة كلها تغالية، يعني بس هذا السوق يعني. يعني غلا غلا، يعني كان بندورة مثلا بخمسة عشرين ليرة، يعني العش بدي أكل، يعني السلطة ما بنقدر نعمل، شيء ما بنقدر نجيب، يعني خلي على الله يعني أشو. كيف رمضان هاي السنة عن هذيك السنة؟ والله على يعني على الأسوأ يعني. يعني ما يعني على الافضل يعني. يعني عم نول في منظمات، في حدا يساعد، في يعني هلا خالص ولا ابدا. الغلا يعني قصه الغلا يعني ثاني شغله يعني ما في مدخول، يعني يعني هاي المدخول يعني انه ما في مدخول بنفس الوقت يعني غلا. هل قادر تجيب كل شيء على رمضان عم؟ اي والله ما في، ما نادره يعني اشوف. يعني بعض بده مثلا يجيب له الطبخه مثلا 1150 ليره، يعني بدي اجيب ال 150 ليرة حتى نجيب هالطبخة يعني. يا اخي الاسعار غالي غالي، كيلو الرز ب 30 ورقة، كيلو السكر ب 30 ورقة، غالي. كيلو السريسة ب 17 18 ورقة، ما ادري بشغل كيلو السريسة. والله ماني قادرة اقدم لهم كل شيء وكل احتياجاتهم، ماني قدراني اقدم لهم كل احتياجاتهم، وكل شيء غالي وكل شيء بالنار، والله يكون بالعون لله المشتكى. كيف فرق عنكم رمضان هاي السنة عن هذيك السنة يا خيتي؟ هذيك السنة بعد الزلزال يعني كان المخيم قايم هوني، و يجوا أهل الخير يعني، في معوني كانت، هلأ ما بقى فيه.